نصيحة الدنيا ما ينفع. يقول عبد الله بويات رجلها بقصدها هدمت كل عالي برجلها. شحال جابوا جنازة رجلها عاش ابو يزن عاش. الله حي عبد الله بيات. ما كان والي لا يشتفون احداي يا والي صبر جملي الصقريات يا ابو حويت صبر جملي على هالافراق الطال يا والي يا ولي يا اخي صبر الجميل لا يبان من اسكت 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 صفت بس المصايب حساني ابو عبد صفت بس المصايب مرسلي انا ودفق دمع النواظر مرسلي انا اله بجا سيدي المرسلين رحمتك يوم يشتد العذاب كبود ودنين سافر من العنات يا والي جاني جاني ورجاني وانا من داني جاني ملاحق نبوان حظاين يا والي تحية. الله حي العقيد عيون جعفر ابو احمد عاش ابو احمد يعني البقاره وعز البقاره. الله حي الفنان خالد الجبوري عاش ابو يزن. تحيه مني لعيون الفنان حميد الفراتي ابو يزن الغالي عراس اهلا وسهلا بك. الله حي عتاب وآلي عتاب عيونك يا حميد الفراتي. الله حي ابو يزن. هلا ومن ياسين الاسمر وصوت الريم للفنان
شوف يا ولي ولي مرسال مرسال دسيت مرسال يما يا ولي شباب اسمعوني شوي بجت عيني وبجها رجاجل عدنان ابو حيدر بجت عيني وبجها رجاجل اصغر ما هم الاكوان الرجاجل يقول ابو حيدر عمت عانو المال بكل مجلس يقول ابو حيدر رجاجيل هذاك البان حق واختفى الدنيا دولاب مو بس علينا الدور يا والي محمود العيسى يا ابو عيسى الدنيا دولاب يا والشوفات الاحباب نبل احباب نبل احباب زين يا ابو علي شوفات الاحباب تشفي علي الروح يا والي اخاف نموت بالغربة بالعجاء يوسف يا ابو احمد اخاف نموت بالغربة بلا جار غريب هل تربتنا بلا جار يا ابو احمد يا رب على الوقت بين المس على بيع عين وعلى البقر للابونا جواو معنى البال بجيت وهريت ثيابي من البيل عليكم 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 شبهت خاير يا نديم يما يا ولي ولا انا عليكم شبهت خاير من البيل تحنوا على الولفت والرقاء جعفر
بعد ما راحوا الشيخ يا بجمع البكاري ابد ما راحوا جدر قلبي ضر يا سنون ابد ما راحوا جدر قلبي ضر يا سنون ضحك عقبال ونف يما اوف يما اوف حرام الضحك عقبال ونف يما مهدوم يما يوان حرام عبد الله يا بوياد حرام الضحج عقب الودف يا سنان ما دامها مجدد وحزن يغيب يوسف يا ابو احمد ما من كبر بعد وشيب طلع بالراس يا ويلي خذ على مراده يا والي يا صاح الدنيا ما ينفع رجلها ليش نترجع ليش يا صاح الدنيا يا صاح الدنيا يا عبد الله يا بياد يقول يا صاح الدنيا ما ينفع رجلها يا ولي يا صاح الدنيا ما ينفع